بارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. سيداتي سادتي، أرسل لي أحد الإخوة من الجليل الجليل في عن طريق البريد الإلكتروني أسئلة أو سؤالا بالذات عن الخطيئة الأصلية، ما هو موقعها في الكتاب المقدس وأيضا خارج عن الكتاب المقدس. أولا نجد قبل أن نتكلم عن النظريات واللاهوت، نجد حقيقة واقعة. ما هي هذه الحقيقة الواقعة والواقعية والمؤلمة؟ أنه في البشر، كل البشر مع الأسف، طبعا كل البشر ما خلى السيد المسيح وبعدين السيدة عذراء، في ميل نحو الشر. توجد أنانية، توجد عدوانية، يوجد طمع، توجد شهوانية، هذه موجودة عند البشر حتى عند الأطفال الصغار الذين نقول عنهم إنهم أبرياء وفعلا لا توجد عندهم خطايا شخصية. نجد عندهم الأنانية، العدوانية، حب التملك، الغيرة، حب التخريب، حب الدمار. هذا لسه قبل ما إحنا ندلعهم وقبل ما نخربهم أكثر. إذن كما كان يقول الأب الراحل جوزيف ميرانت، إذا كانت عقيدة الخطيئة الأصلية معقدة، شوف عقيدة معقدة، فلا شيء أوضح من نتائجها. زي ما بيقول مار بولس، الكل خطئ، أو هناك ميل نحو الخطيئة. برضو هذا يفسره القديس بولس في رسالته إلى أهل روميا، أعتقد الفصل السابع، بيقول الخير الذي أريده لا أفعله والشر الذي لا أريده إياه أفعل. الويل لي أنا الإنسان الشقي، من يخلصني من جسد هذا الموت؟ ويجيب نعمة الله في ربنا يسوع المسيح. في المزامير مزمور 51، هو 50 في التفسير في الترتيب اليوناني، ماذا يصرخ المترنم؟ عادة المنسوب إلى داود النبي نفسه، يعني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي. طبعا هذه الآية لا تعني إنه العمل الزوجي أو العلاقة الزوجية في إطار الزواج المقدس هي خطيئة، لا، العلاقة والمحبة الزوجية في إطار الزواج المقدس هي علاقة مقدسة، ولكن الطفل نفسه تولد مع خطيئة لم يقترفها، يعني تولد معاه مش خطيئة، خلينا نقول ميل إلى الخطيئة. أحد الكتاب وأعتقد إحسان عبد القدوس بيقول إنه الخطيئة لا تولد معنا، بل المجتمع هو الذي يدفعنا إليها. كل هذه النصوص وكل واقع أطفالنا يدل على إنه حتى الطفل قبل ما يتكلم هنالك ميل وحب للشر، الأنانية، حب التملك، حب التدمير والغيرة. طبعا هذا بين أشياء أخرى، من غير أن ندخل في تفاصيل أخرى تكلم عنها بعض علماء النفس بشيء أيضا من المبالغة. ماذا كان سؤال الأخ العزيز من الجليل من الناصرة، إنه هل تعترف الأديان الأخرى بالخطيئة الأصلية؟ هي طبعا الناس بشكل عام يعترفون بهذا الواقع، لأنه هذا واقع نعاني منه كلنا، يعني
يعني كل يوم يجب أن نحارب الخطيئة والشر والكبرياء وحب التملك وكل هالقصص هاي. زي ما بنقول الخطايا الرئيسية السبعة. شو هي الخطايا الرئيسية السبعة؟ الكبرياء، البخل، الشهوانية، الكسل في الأمور الروحانية، كل هاي نعم مع الأسف الميول إلها موجودة عند كل الناس. طبعا لا نريد هنا أن نتطفل على مصادر غير مسيحية، وهنا أيضا إذا في تفسير غلط مننا بما أنه لا ندعي الكمال ولا الإلمام في مصادر غير مسيحية، ولكن أعتقد إذا أرجو إنه حدا يصححنا يعني إذا في إشي غير دقيق في كلامنا. مثلا يوسف الصديق حسب ما بذكر في النصوص القرآنية في سورة يوسف بيقول إنه إن النفس لأمارة بالسوء، يعني نفس الإنسان تأمره بالغلط بالشر. أيضا نص قرآني آخر ليس عندي مرجعه في هذه اللحظات، يعني نص قرآني آخر بيقول ما يلي، طبعا بإمكان أي إنسان أنه يجده عن طريق الإنترنت أو عن طريق قاموس للألفاظ القرآنية، أنه الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. ولكن بعدين بيقول في صيغة الجمع وهو جمع الجلالة رددناه أسفل سافلين، يعني قد ما كان الإنسان تحفة من تحف الباري عز وجل زي ما بيقول سفر التكوين، بعد ما الله خلق الإنسان رأى الله ما صنع فإذا هو حسن جدا. قبل كان كل شيء الله خلقه كان حسنا، النور والنيرات والكائنات الحية وإلى آخره، والجلد لما وصل الله على خلق الإنسان شو بقول؟ رأى الله ما صنع فإذا هو حسن جدا. إذن خلينا نقول أحسن تقويم بعدها ورددناه أسفل سافلين. إذن هنا ينتهي القسم الأول من حديثنا، إنه الخطيئة الأصلية موجودة. ما معنى الخطيئة الأصلية؟ الميل نحو الخطيئة. هي مش خطيئة فعلية، يعني لم نرتكب نحن هذه الخطيئة، ولكن زي ما تقول بالوراثة وصلت إلينا. وصلت إلينا كيف؟ هذا صعب التفسير، ولكن النتيجة واضحة جدا. ممكن نقول انه هاي في نبع من الماء، الماء يعني اول ما يطلع الماء اذا في بعيد منكم سم يعني في انطلاقة بعد انطلاقة هذا النبع، معناه المياه اللي كانت في اساسها يعني خلينا نقول مياه عذبة وسليمة ونقية تصبح مع الأسف مياها مسممة، ويجب تنظيفها وتنقيتها وإلى آخره. إذن هنا ينتهي القسم الأول من حديثنا اللي هو الخطيئة الأصلية أو خطيئة الأجداد أو الميل نحو الخطيئة المتأصل في الإنسان. وشكرا لإصغائكم.